مرزوق افندي. ايه مالك؟ انا شايف نفسي زي اللي مخضوض شويه موهوب. من ايه بس؟ ساحه الباشا ده اعرف اكلمه ازاي؟ اقابله ازاي؟ زي كل الناس يا اخي. هو انا ما سبقليش قبل كده خدت وديت مع جنس باشا في حياتي ابدا. بلاش اوهام فارغه بقى. الباشا بتاعنا في منتهى النظافه، في منتهى الوداعه. الحمد لله. تعال معايا، تعال. وبنته جميله هانم. ما اسمهاش جميله، قلت لك ليلى. أيوه. اسمها ليلى. ايوه ليلى. ليلى اتفضل اقعد هنا، الباشا هيجي دلوقتي عشان يتفاهم وياك. ربنا يستر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضل استريح يا فندم. العفو، استغفر الله. جنابه بتحبها جنسها ايه؟ هي مين يا فندم؟ القهوه. قهوه؟ والله يا سعاده الباشا انا سعاده الباشا. لا لا، انا هنا مخصوص علشان اقدم القهوه. سعادتك هنا مخصوص عشان تقدم القهوه؟ ايوه. تشرفني يا فندم. ودلوقتي تحبها جنسها ايه؟ سكر كتير ولا سكر قليل؟ والله انا عادة بشربها سكر على الريحة، وده يعني من قلة السكر. فبقى هنا اخليها سكر زيادة، زيادة قوي. حاضر. الوجاهة دي كلها عشان يقدم القهوة؟ امال الباشا بتاعهم يطلع الجنس شكله ايه؟ التعليمات دي لازم تنفذها بكل دقة، احسن بعدين تروح في داهية. المية لازم تكون درجة حرارتها 38.5، نص درجة زيادة فيها خطر على حياتك. خد الروشتة دي تجيبها من الأجزخانة حالا، قدامك 5 دقايق بس وأنا مستنيك هنا. حاضر يا فندم. اتفضل اهو، ما تزعجش نفسك. أنا كنت نسيت الروشتة بتاعت الحكيم. الواحد دماغه اتلخبطت ومخه انقلب. المرض بتاعه ده ورانا المر. ربنا يشفي يا فندم. البيه الصغير قصدي. بيه صغير ايه؟ ده الكلب اللي قدامك ده. حضرته؟ يا سلامته بعد الشر عليه. انا برضو لاحظت اول ما شفته انه لونه مخطوف شويه. يا اخي ده احسن من الاول، ده قعد 4 ايام ما يدوقش طعم الاكل. مسكين. ولو ان يعني في برضك ناس على قد حالهم يقعدوا 7 ايام ما يدوقش الاكل. ايوه ايوه، بس مش بالجسم الرقيق ده. ايوه صحيح، مش بالجسم الرقيق ده يا سعاده الباشا. سعاده الباشا؟ انت فاكرني مين؟ انا مش سعاده الباشا، انا بشتغل هنا موظف. حضرتك موظف؟ انا هنا مخصوص علشان الكلب ده. حضرتك هنا مخصوص عشان الكلب ده؟ ايوه. بس بس بقى يعني حضرتك بتاع ال ايوه. تشرفنا. انا مؤكرم. العفو. وبتاخد ما هي على كده؟ 30 جنيه. بس بس؟ لا حرام، قليلين قوي. وليه ما تطلبش إعادة نظر، علاوة، تنسيق؟ ضروري هطلب. ايه يعني 30 جنيه؟ ده انا بوكله واحميه وافليه واعلمه ولا بتوع المدارس. وهما بتوع المدارس يوصلوا ل30 جنيه؟ وحضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا راجل على قد حالي، انا بتاع كتب، انا بتاع علم. بس بس أنا مؤكرم، عن إذنك بقى، اتفضل اقعد، نهارك سعيد. سعيد مبارك. تلاتين جنيه. أنا لو من 18 سنة بعلم كلاب، كنت دلوقتي من الأعيان. أنا هدور عليها في الصالون. وديدي كمان. ساعة تقريبا. يعني ما شفتش حاجة منطورة كده ولا كده؟ حاجة؟ حاجة ايه؟ اسورة الماز. لا الماز ولا صفيح، أنا من ساعة ما دخلت هنا ما اتنقلش من مطرحي. بس افتكر كويس، يمكن 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 ايه؟ يعني تكون شفتها وما خدتش بالك. ناسي؟ ناسي؟ لا لا لا، ناسي دي مش كويسة أبدا. أمال يعني راحت فين؟ طارت؟ بلعتها الأرض؟ أنا عارف بقى، سعلي الأرض أهي قدامك. أنت جاي هنا عايز مين؟ مش عايز حد، هما اللي عايزيني. عايزينك في إيه؟
ايه؟ عالم لغة عربية. لغة عربية؟ لمين؟ أنا لبنت الباشا. انت اللي هتعلم بنت الباشا؟ ايوه بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي ايه؟ مخلوقة من بلبل من باسيليا، تلميذة خيبانة كسلانة صعدت في الامتحان، هنجرها ونصنفر مخها ونخليها بني ادم. انت اللي هتصنفر لها مخها؟ ايوه انا. دي هي اللي هتصنفر عيشتك وهتطلعك من هنا ناطط فوق سبع حيطان. اسمع انت مش لك عقل. اظن فاضل بواقي برضه. اهي هي هتطير لك البواقي اللي فاضله دي. تعمل حسابك من دلوقتي على الجنان الاصلي. ايه هو ده؟ بقى انت هتعلم بنت الباشا؟ والله عال اما عرفوا ينقوا صحيح الجابوا لقرع علشان يسرح بنت السلطان. ايه هو ده؟ اقرع وبنت السلطان واسورة الماس. مين بنت؟ مين وده ايه ده رخ؟ انت جرى انت؟ نعم عايزين انت كمان. وقف على حيلك. وقف على حيلي؟ وقف على حيلك. وقف. طيب وقف. على مش كده؟ ايه ضع منك حاجة انت راخر؟ حلقة زمرد عدلولي. لولي؟ انت فين عليك مجنون؟ مجنون؟ انت جاي هنا تعمل ايه؟ جاي ادرس بنت السلطان. بنت السلطان؟ بنت الباشا. بنت الباشا. انت المدرس الجديد؟ ايوه انا المدرس الجديد. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه؟ في اصول اللغه العربيه؟ ايوه زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي. لا انت باين عليك مسحوب بلسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسالك مش ترد عليا؟ ارد عليك ليه؟ انت غلايني جاي تمتحني؟ من غير ما امتحنك. حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجه ابدا. وانت يعني شكلك صلاه النبي قوي، باين عليه مانجا وصبايط موز وعلى عيد عنب. لا انت قليل الادب. وانت كمان دمك بارد. لا مرزوع فندي، مرزوع فندي تعالى من هو. انت جايب لي الحمار ده منين؟ اخرس حمار في عينك بجح الحياه. اخرس انت يا طيسان. اسحب يا الاباحه. الله اتنيل واسكت. لا مؤاخذه يا سعاده الباشا. طلعه بره. خرجوا بره. يا زلمطحي يا جربوع. هو حضرته يبقى الباشا؟ امال يبقى مين يا مغفل؟ ما في شويه تمييز. ولو في شويه تمييز ده ما كانش يطلع باشا ابدا. لكن عشان بختي انا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبس لي جنادي. انا اروح بقى. مع السلامه. اتفضل. السلام عليكم.